وللناس فيما يعشقون مذاهب. بيت شعر جرى مجرى المثل منذ القدم، يضرب في اختلاف أذواق الناس، فلكل إنسان هوى ووجهة نظر فيما يحب ويعشق. بسبب طرافته تهافت الشعراء على استخدامه. قال الشاعر المتمرد بشار بن برد: تعشقتها شنطاء شاب وليدها، وللناس فيما يعشقون مذاهب. وكذلك كان حال الشاعر التلمساني صاحب ديوان الصبابة، وإن كان المعشوق شخصا آخر. كلفت بها شمطاء شاب وليدها، وللناس فيما يعشقون مذاهب. ومما قال أبو فراس الحمداني: ومن مذهبي حب الديار لأهلها، وللناس فيما يعشقون مذاهب. اقتبس شعراء القرن التاسع عشر البيت وزينوا به أشعارهم الندية: ولي مذهب في من عشقت مهذب، وللناس فيما يعشقون مذاهب. وللناس فيما يعشقون مذاهب، وحكمة ربي في اختلاف المذاهب. للناس فيما يعشقون مذاهب، شتى ولكن حب طه مذهبي.